عيب، ده اول حاجه. تاني حاجه اللي محدش يعرفه ان كابتن حسام في بند في عقده، والبند ده احنا حاطينه ان هو لو عاوز يغير اي حد في الجهاز له الحق تماما في اي وقت. فدي ده رقم اتنين. رقم تلاتة، في حاجات بقى هزودها لك. احنا سمعنا ان الدكتور او اللايف كوتش مهندس، هو في كلية لايف كوتش؟ اللايف كوتش ده عبارة عن ايه؟ خلينا نشرح للسادة المشاهدين، يعني الناس المحترفين هيعرفوا الكلام ده كويس قوي. انت بتشرح للجنة الثلاثية قبل ما تشرح للسادة المشاهدين؟ يعني خليني اوجه للسادة المشاهدين احسن، اهم. يعني اللجنة الثلاثية طبعا لها احترامها، بس انا بشرح ليه ان ده دي قضية عامة. اللايف كوتش يمكن وانا بحلل من سنتين لما كنت موجود في اون سبورت، كنا بنطالب دايما بلايف كوتش. لايف كوتش ده المفروض مش دكتور نفسي فقط، ولكن انت بتتكلم في واحد مش لازم، مفيش حاجه اسمها كليه لايف كوتش. ده انت بتاخد سيرتيفيكتس وبتدرس وبتاخد، بيبقى في اسسمنتس وعندنا في ناس مش عاوز اقول اساميها طبعا مميزه جدا في مصر. ويمكن لما حصل القرار ده اللي انا عرفته في لعيبه بدون ذكر اساميهم ولاعيبه محترفه في منتخب مصر يعني استاءوا جدا ان كان ليه دور كبير في مباراه توجو. انا كنت رئيس البعثه، كنت اتشرف ان انا كنت رئيس البعثه، فانا عرفت الدور ماشي ازاي طبعا، واتكلمنا. وحتى كمان يمكن يشهد على كلامي كابتن محمد بركات، دخلنا 5 دقايق اتكلمنا مع اللعيبه، اتكلمت الاول، اجتمعت مع دكتور شادي وعرفت الامور تمشي ازاي، عشان حتى يعني طبعا مع احترامي ما بدخلش في الناحيه الفنيه، ولكن بتاهل ازاي نفسيا اللعيبه. ليه دور كبير اللعيبه كلها، وانا بتكلم معاها في توجو كلهم كانوا مبسوطين جدا، بيعرفوا يتكلموا. فانت اما توصل لمرحله، يمكن انا حتى كمان اتكلمت مع صلاح في الموضوع ده في الكونسبت نفسها. صلاح كان معاه واحد برايفت. لا ما هو ده كل المحترفين وكل الانديه اللي بره اوروبا كده يا سيف. فانت وكان ايام اجيري على فكره صلاح قال لي ان كان في لايف كوتش هيجي وسئل في هذا الموضوع ورد طبعا. اما تجيب دكتور او لايف كوتش بالمعنى الادق يعني، واللعيبه كلها تتعود عليه وتبتدي تحكي وتطلع ويبقى النتيجه جيده جدا، لان انت خلي بالك الموضوع مش فني فقط، موضوع فني، موضوع ضغط، وازاي تطلع لعيب من الضغط، وازاي يتعود على ضغط المباريات، على الاحلام، على الطموحات. لما توصل للمرحله دي انت بتعمل كده ليه؟ يعني ليه بتعمل كده؟ وبعدين ايه الهدف ان انت بتم اقصاء وتدخل في حاجات كلها فيها تنكيل؟ مش هو ده اللي اتعودنا عليه. احنا على فكره هو اتحاد الكره ده ملك لمصر، مش ملك، ده مش حاجه، مش منشاه فرديه ولا شخصيه. فزعلتني طبعا. فدي حاجه. تاني حاجه، مجاملات في التعيين. مين المجاملات في التعيين؟ اما يجي واحد معاه 4 لغات مع الحاج فوزي غانم، اما يجي واحده معاها المفروض في الفيفا لايسنس، معاها سيرتيفيكت، وما تكون خارجه حقوق، وعندك هم 7 على فكره، 7 موظفين. ما تعمل سيستم للاتحاد ويبقى المخزن في واحد بيعرف ازاي يدير هذا السيستم وياخد كورسز ويتعمل كده. هي دي المجاملات؟ ما تجيب ناس عندها لغات وكوادر وكده. هو دي المكتسبات اللي انت خدتها من كاس امم؟ على فكره لو انت تراجع هتلاقيني ان انا شخصيا احنا كان معانا 3000 متطوع. 3000 متطوع اما حصل يمكن كنت انا بمثلهم عشان كنت مدير البطوله. اما دخلت الاتحاد ناس كتير جدا نفسها تدخل في الاتحاد. انت عندك الهيكله عشان تعمل الكلام ده كله. عملنا ايه؟ اول حاجه عملنا يعني طبعا يعني شرفنا الدكتور صفوت النحاس، اسم كبير جدا، جه عمل هيكله للاتحاد. عرفنا انه عملنا اسسمنت. ممكن اسالك سؤال؟